دايما الخجل يمكن هو احد العوامل الطبيعيه لتكوين شخصيه الطفل، مثله مثل الشعور العادي بالخوف او الحزن. وبشكل الخجل عقبه امام الطفل اذا زاد عن الحد المعقول له ولم يتم علاجه بالطريقه الصحيحه، حيث انه سيؤثر على حياته الاجتماعيه وتكوين الصداقات سواء بالمدرسه او بالمجتمع المحيط فيه، كمان ممكن تاثر على المستوى الاكاديمي، وهذا الشيء يمكن بيؤدي لتراجع بالمدرسه. اكيد يا قريش، والخجل عند الطفل هو الانطواء على النفس ورفض مشاركة من في عمره باللعب أو عدم القدرة على الأخذ والعطاء مع أقرانه بالمحيط يلي بيعيش فيه، أو هو فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص مع توقع الخطر والنقد الدائم له من قبل الآخرين. خلينا ننتقل عن ضيفتنا أخصائية علم النفس ريم سعد. يسعد صباحك. هلا صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. يا هلا. يعني في كتير أطفال ممكن يكونوا خجولين يمكن، لكن بهالوقت وبهالجيل يمكن شوي خف الخجل عندهم، صار تمام. عندهم هيك إرادة قوية وانطلاق أكثر، لكن إمتى الأهل بيعرفوا أنه طفلهم عم يعاني من الخجل؟ تمام. هلا حكيتي شيء كثير ظريف ومفيد بالنسبه لمجموعه نحن هلا متعودين غالبا عم نشوف اطفال هن اكثر جراءه مو هن اكثر خجل. هي متصل حقيقه بين الجراءه الزايده اللي احنا يعني إلى مسمى عام، واللي هي الخجل يعني عند الاطفال. طبعا الافضل لطفل انه يكون بالمنتصف تماما، عنده شيء من تقدير ذاته بنسبه منيحه متفاعله مع اقرانه ولا مع بيئته المدرسيه ولا مع العيله، وعنده شيء ثاني انه هو محترم، هي اكثر من الخجل، هو طبيعه الاحترام والتواضع عند الطفل اللي انا بزرعه فيه من هو صغير، فهو هو توازن، توازن. طبعا العيله بدها تساعد الطفل بانه هو يحقق هذا التوازن بين الجراءه الزايده حتى ما يكون مرفوض، والخجل الزائد اللي هو اللي رافض حاله ضمن المجموعه. يعني يا ريم خلينا نحكي عن اسباب الخجل عند الطفل، شو هي الاسباب يلي الطفل، هل هي البيئه المتربى فيها، هل المحيط تبعه بيسبب له هذا النوع من الانطواء والخجل؟ تمام. هلا التربيه في عنا عيال تربيه اذا فيها قمع اكثر من انه ممكن الولد، طبعا انا ما يعني انا رايي الشخصي الحريه الزايده للطفل هي اكيد ما انا شيء صح، والكبت او القمع للطفل بانه كل شيء لا عيب وحرام، هي المفردات هي مو صح كثير تستخدم مع الطفل لعمر معين، يعني هي بكير عليه وهن بيستخدموها بالطفوله المبكره عند الاطفال، عيب ما بصير، حرام، ساوي قوم اعمل عود منيح، ففي بده يكون شوي توازن عند الاسره وقت انا بدي ربي طفلي انه اعرف اقرا اكثر كيف لازم يكون تربيته بهي الفتره اللي بتكون شخصيته. هلا من اسباب الخجل هو طبعا تفاوت بالتربيه بين الاب والام، او مثلا احيانا اطفالنا هلا بسبب كثره المشاغل عند الاهل عم يتربوا مثلا بيت جد. تمام. فبيكون في كبار بيكون جمله كبيره من الملاحظات بياخذها الطفل بانه كيف يكون سلوكه، او نحن عندنا شيء اسمه نقص تقدير ذات، الطفل دائما بيقول له عادي شغلك مو حلو مو ظريف، لو عملت هيك كان افضل، لو تصرفت هيك كان افضل. التوعيه للطفل ونقده بده يكون لها معايير، وبده يكون بدها تكون بطريقه لطيفه ومدروسه، ما فيها تكون قامعه على الطفل، ممكن تسبب له الخجل. عدم الامان او العنف يلي بتوجه للاطفال، بقصد فيه بعدم الامان، العيال بتكون شوي متفككه، العيال بيكون الاب سلطوي زياده عن الحد المطلوب بتربيه العيله او الام، فهي بتخلي الولد دائما خجول. فنحن عندنا نمطين، يا يعني بيكون الطفل هو عنده جراءه زايده بنمط هيك عيال، او بيكون طفل خجول انسحابي، فكمان هي احد العوامل الاساسيه بانه يكون الطفل خجول. لكن ريم امتى الاهل بيعرفوا انه طفلهم عم يعاني من الخجل؟ يعني كيف تظهر اشكاله على الطفل؟ تمام. وقت انا طفلي بشوف مبادرته ضعيفه ان كان بمجموعات اللي بتخص العائله او حتى بالمدرسه، غالبا طبعا المدرسه لها دور كبير بهي القصه، هي بتلاحظ انه الطفل خجول لانه بتراجع دراسيا، ممكن تكون علاماته على الورق هي علامات عاليه، بس كل شيء بخص الشفهي عنده او المبادرات بداخل غرفه الصف اللي بتكون الشخصيه ومنها الشخصيه القياديه عند الطفل بتكون كثير ضعيفه. في مؤشرات، هي المؤشرات هي بتخلي العيله انه ليه ابني وقت يفوت على مجتمع جديد او حتى على العيله هو ما بيقوم مثلا بالسلام او بفتح موضوع بسيط مع حدا من الاقارب او حتى مع الاقران يلي هو قاعد بيناتهم. العيله هون بلشت انه تشوف ليش انا طفلي هيك انسحابي، ليش طفلي وقت بيحكي مع انه عمره بيكون منيح بس اللغه والمفردات تكون عنده ضعيفه، مفروض انه لا ما بيقدر يعبر منيح. تمام ممكن. تمام بيكون المفردات مش قد خجله، الانفعال بيغلب المنطق، فوقت واحد الطفل وقت بينفعل بالخجل، الخجل هو انفعال، فالمنطقة اللي هو
ممكن انا بستخدم في اللغه واللغه المجرده حتكون ضعيفه، فما حتكون في شيء واضح على الساحه اللي بتكون فيها الاجتماعيه انا او الفعاليه اللي انا وطفلي فيها. يعني يا ريم، هل في عمر معين بيبدا الخجل بيترافق مع الطفل فيه؟ يعني في عمر معين محدد ولا الخجل ما له عمر؟ هلا غالبا بعد 3 سنين بنشوف الاعراض بشكل اوضح، يعني بعد عمر 3 سنين انا بشوف الاعراض بشكل اوضح. غالبا نحن بنتم يعني بيتم علاج الخجل وقت بنتبه الاهل بيكون طفل شوي، اذا بنسميه المرحله الابتدائيه فهو بيكون رابع وخامس، يعني بالمرحله اللي انا ببلش انه لا ابني ما نو مثل باقي الاقران، ان كان من مجموعته او بالعيله عندي وعند المراهقين. واحيانا بيكون في عنا بنشتغل على شباب بالجامعه، لانه هن بصيروا هن بدهم يطلعوا من المشكله، يعني هي الفئه العمريه هي بتكون تطلع من المشكله اللي هي الخجل، لانه بتسبب لها حرج اجتماعي بمجموعه اقران منيحه، يعني اذا كان بالجامعه او حتى بالمرحله الثانويه او حتى بالطفوله المتاخره. لكن ممكن يوصل الخجل ريم لحاله من الخطوره ممكن يشكلها على الطفل، مو بس انه تتعلق بتكوين شخصيته. تمام، انا بخاف يكون مضطهد طفلي ببيئته المدرسيه او حتى ممكن بالعيله، انا ممكن طفلي يتعرض لنوع من انواع وما يحكي نتيجة الخجل ونقص تقدير ذاته. طبعا هي بالأخص الشيء اللي بتعلق بالتحرش هو كتير شيء خطر وخط أحمر، فأنا إذا بدي أقوي طفلي وخلي عنده هاي الشخصية بدي أكون حاطط ببالي أحد الأسباب يطلع منها هي هذا السبب الأساسي. يعني احيانا المناقشه والحوار بين الاهل والطفل هي بتقوي له الشخصيه. تمام. حتى بتخليه بطريقه ما يعترف بالاشياء اللي عم بتصير معه خارج بالمنزل، اللي هلا مثل حضرتك ذكرتيها انه احيانا الطفل بيخجل يحكي شو تعرض، مثلا ممكن يكون تعرض لتحرش، ممكن تعرض لخناقه قدام رفقاته. هذا الشيء بيأثر؟ تمام، اكيد بيأثر. هلا نحن معود الاهل كمان حتى يعني بين الجراءة والخجل انه في متصل، انا بكون طفلي بالنص، كمان في انه انا احكي كل شيء، يعني اعلم طفلي انه يحكي لي، وهي كمان هي فيها مساعده من الاهل. نحن بنخبر الاهل انه انت وقت بدك طفلك يحكي لك اللي عم بصير معه بلشي انت من الطفوله وقت بيكون تمام، انه انا صار معي هيك بالشغل، تعرضت لهذا الموقف، شو رايك بهذا الموضوع. وبنفس الوقت ما اعطي طفلي، كثير بحب اقول للاهالي انه التربيه الحديثه انه كل شيء ناقش طفلي فيه كله كمان هذا بصير عندي مشكله، الطفل بيخرج عن سلطه الاهل. ففي توازن بانه انا اعرف كيف احكي مع طفلي وكيف اسرد له شو بصير معي، فهو تدريجيا رح يبلش يحكي لي بالاشياء اللي عم بتصير معه وبكسب ثقته. تمام، وقت بوجهه بطريقه لطيفه لا فيها قصر شديد ولا فيها الميوعه او التساهل الشديد، انا بكسب طفلي وبكسب حياه امنه لإله. هلا عرفتينا عن اشكال الخجل واسباب الخجل، بنهايه حديثنا خلينا نتعرف اكثر ونصائح بتكون للاهل لحتى يمكن يطلعوا اولادهم من هالحاله اللي ممكن نسيبوا فيها، وايضا يكون في لهم تقويه لشخصيتهم. تمام، هلا ابسط شيء انا ممكن احكيه، يعني عاده بالخاصه بدي ارفع تقدير الذات عن طفلي، غالبا انا بوجه الاهل لرياضات اللي هي ما عنيفه بس بنفس الوقت هي بتبني الثقه بالنفس، اللي هي التايكواندو او الجيدو او هدول القصص، الرياضات اللي بتعطي الطفل بتعلي تقديره، حتى احيانا جمباز، شفنا كثير اطفال تجاوزوا مشاكل حقيقيه بالجمباز واخذوا بطولات. تمام، فهي النوع من الرياضات هي كثير بتقوي الثقه بالنفس عند الاطفال بشكل سليم بشكل ما نوع عنيف. بالمقابل انا طفلي وقت بعطيه الاريحيه وقت بشجعه وقت يرسم رسمه وبعلق له اياها، وقت انا بعلق له صورته بالبيت وبمدحه قدام القرايبين او بمدحه بالعيله انه كثير كان طالع ظريف، وقت بمدح اعمال طفلي، بس طبعا احيانا الاهل بيوقعوا بقصه انه بيمدحوا شيء الطفل ما عمله او موقف الطفل ما عمله، هذا الشيء ممنوع. هو بيستغرب. تمام، هو بيستغرب وبتعلم عفوا الكذب او بتعلم انه يعطي لنفسه صوره هو ما عنده، فلا انا بمدح اضعف شيء عن طفلي قدمه معي، بمدحه حتى لو كان هو ساعدني بحط صحن بمدحه فيه، بمدحه الشيء اللي عمله حقيقه. هي كثير شغلات طبعا الشكل الموسح، في عندنا شيء خجل مرضي اذا ما نحكي عنه، هي بصير عند مجموعات علاجيه انا دائما بشتغل فيها بالمسرح وبالمقالات وبهي القصص ضمن المجموعات، يعني هي بنشتغل عليها ضمن مجموعات مع العيله، فبتعطي كثير نتائج حلوه.
يعني ريم بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر النصائح والمعلومات اللي قدمتيها للأهل، إن شاء الله يكونوا استفادوا منها، وأكيد رح نكون معك بمواضيع تانية إن شاء الله تكون تحقق الإفادة المرجوة إن شاء الله. أكيد شكرا كثير لك ريم، وكمان يعني بنحب ننصح كل الأهالي إنه مو غلط يلجأوا لأخصائية تعلم نفس لحتى يعرفوا أكثر كيف بيقدروا يتعاملوا مع أولادهم. شكرا كثير، يسعد صباحك. هلا أهلا وسهلا. يعني لهون سالي.